الزلف لون نكد مراد شعبان ذا نازور ذا معناس قبيلي أقري ذي الحفص ذي البطل 15 وقور نياجيا سق مروج القليعة سلام غاون سق واسم جاز جو سي مراد شعبان بوات و ميليتان كابيل جو سي امبريزوني اربيترارمون دوبوي 15 موا دو فون دو ما سيلول جو فو سوات اون بون الزلف لون نكد الوناس حمزيا ذا معناس قبيلي أقري ذي الحفص ذي البطل وكان 28 وقورنا ياكيا سرحني ديا كان دغادي سين وسان راني دغنا الحفص ورزرع مي مراد فراغ سوق مروج القليعة سلام غاونا سكواس مكاز جو سي لوناس حمزي ميليتان كابيل جو سوي امبريزوني اربيترارمون دوبوي 28 موا جي ايتي ريسامون ليبيري بور اتر رومي انكور ان بريزون او بو دو دو جور اي جو نو سي كونت اسكو جو سري ديفينيتيفمون ليبيري دو فون دو ما سيلول جو فو سويت اون بون اني الزلف لون نكد كاميرا نايت سيد تقبيليث تم عندات نزال فان بمذان تسلويت نكونغري مونديال امازيغ عقلي ذي الحفص ذي الفاطل وقارن 17 وقور نياجيا يار نحكم نيا خمسي سقواسن من الحفص سقمروج نلقليعة سالم غاونا سقواسا مقاز جو سوي كاميرا نايت سيد ميليتانت كابيل اي ميليتانت دي دروا دو لوم Je co-préside le Congrès mondial amazigh et je suis emprisonnée arbitrairement depuis plus de 17 mois. J'ai récemment été condamnée à 5 ans de prison. Du fond de ma cellule, je vous souhaite une bonne année. الزلف اللون اسمي محمد لاسكري قرنيه الفخوش نكذا مغناس نتقبايليث تحكم في اليد ولا نتزاير سلموس غفاين تخدم من التاس سنغاق شيش ديال 34 الاربعة يكتوان غانس ثمرغيوث رانت دنتاثي قنغان قشيش يعدى البطل في اللناغ ووثناغ سعدان في اللناغ لا تورتور اكنا دنيني اي نور نلي نوغي ارنانا سيثا سعدان اغضي شرا حكما ناغ سلموث ذي البطل عيناني سلام غاون اسقوا سمقاز خون ويد ذو شولي ننون تمكثي ثاغ ثيكوال اذكون ويكان ينسعى ذا سيرم اذكون ويكان ينسعى ذي محدان ثان ميرثنون الزلف لون نكوني دات مثل نون ذرون العربة نسي رسن نكيني دالي ديال ذ فرحة دبيان ذ مامو سيفاكس ذ زو حجاز ذ مواليك موحن دو بلاد ذ ياسين نشاك ذ مغناس نقفيليا أقلاغ ذي الحفص ذي البطل وغير نوس قوى سيجي يرنا يتوحكم فلا نغس الموت سقمروج نحفص النغ نسالما ونس قوى سمجاز Nous sommes les enfants de l'Arba Nathiresen. Je suis Ali Dial, Farhat Debian, Mamou Sifax, Azwaou Hajaz, Moualek Mohandou Belaïd, Yassine Neshak. Nous sommes des militants kabyles et nous sommes innocents. Nous sommes emprisonnés arbitrairement depuis plus d'un an et nous avons été condamnés à la peine capitale. Du fond de notre cellule, nous vous souhaitons une bonne année. Ne nous oubliez pas.